توسط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ. وشارك في الافتتاح عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي.